الزومبروك هو أداة معدنية مرنة تعود إلى شكلها الأساسي أو موقعها بعد مدها ضغطها أو لفها. استعملت الزومبروكات أولا في الساعات خلال القرن السادس عشر وفي القرن الثامن عشر في مقاعد الكراسي. اليوم تظهر الزومبروكات في كل مكان. إنها مكونات حاسمة للتكنولوجيا الحديثة. أنواع مختلفة من زومبروكات تضم ضغطا على اليمين وتمديدا على اليسار. ستلتوي هذه الزومبروكات الالتوائية أثناء الاستعمال على طرف واحد أو الطرفين. يبدأ العمال بلفافات من حبل فولاذي، ويتراوح قطر الحبل في الحجم وفقاً لنوع الزومبروكات قيد الصنع. تفك آلة اسمها آلة فك اللفة وتلقمها في آلة تشكيل موجهة بكمبيوتر. آلة التشكيل هذه تدفع الحبل عبر أنبوب تشكله في ملف ثم تقطعه إلى أجزاء. توجه عجلات صغيرة وعمود إدارة معدني الحبل ليتشكل. هذه زومبروكات التوائية للاستعمال في صناعة السيارات التي تعتمد على تشكيلة من الزومبروكات، فللسيارة العادية مثلاً 350 زومبروكاً تقريباً. جهاز حسي أصفر مخروطي الشكل يضبط زاوية صحيحة لكل زومبروك. قراءة جيدة ضرورية لتستطيع الآلة نقل الزومبرك التالي إلى الأمام عبر الأنبوب ليتم تشكيله. قد تنتج هذه الآلة لغاية 2000 زومبروك في الساعة وفقاً لحجمها. هنا آلة تشكيل أخرى أكبر تنتج زومبروكات التوائية يبلغ طولها 16 سنتيمتراً. تلتقط ذراع آلي الملف وتقطعه إلى أجزاء بعد تشكيله في الأنبوب. أثناء خروج الملف ذراع آلية أخرى تثبته لمنعه من الاهتزاز. هذا يبقي شد الزومبروك متواصلاً ويمكن الآلة من الإنتاج في سرعة قصوى. بالحركة البطيئة ترون كيف تلتقط الآلة حلقة الملف الأولى وتثنيها في عقيفة. هذا كله يجري أثناء خروج الملف من الأنبوب. تثبت حينها ملزمة للحلقة الأخيرة على طرف الملف بينما تلويه ذراع أخرى لصنع عقيفة الزومبروك الأخرى. بالحركة البطيئة ترون كيف تحيط ذراعان بالملف المثبت في الملزمة. ذراع تلتقط حينها الحلقة الأخيرة بينما تلويه الذراع الأخرى نحو الأعلى. هذه الآلة تصنع زومبروكات منضغطة. نموذج بأطراف مستدقة يستعمل غالباً في أحزمة الأمان. مسمار معدني يضبط طول الزومبروكات الصحيح بعد تشكيلها. للآلة أربعة أعمدة إدارة دوارة اسمها حدبات. يتأكد كمبيوتر من أن لكل زومبروك المواصفات المطلوبة. تسخن الزومبروكات أيضاً ليرتخي المعدن. هذا يكسبها القدرة على الاحتفاظ بشكلها بعد الثني. آلة أخرى تنتج زومبروكات التوائية أسمك وأطول تشكل الحبل في ملف مع عمود إدارة ثم تمرره فوق أنبوب لتثبيته. يضمن هذا أن يكون للزومبروك الشد المطلوب. قد تكون الزومبروكات رفيعة بقدر شعرة بشرية أو سميكة بقدر مقبض مكنسة. عجلات القطار مثلاً تضم بعض الزومبروكات المنضغطة الأسمك في الصناعة. تصنع هذه الآلة نوعاً آخر من زومبروكات تسمى غالباً أشكالاً سلكية. إنها حبال فولاذية لينة متقوسة أو محنية في زاوية. هذه الزومبروكات الملتوية الشكل تستعمل في الأفران. هنا يصنعون زومبروكات في آلة تصنع عقافاتها الخاصة. يستعملون وصيلة حتى لا يؤذوا أصابعهم. يضعون كل زومبروك وحده لأن مواصفات الزومبروكات قد تختلف بمقادير صغيرة جدا. تصنع هذه الشركة بعض الزومبروكات مع عقافات من حلقتين عوضا عن حلقة واحدة. يطلبها الزبائن بهذه الطريقة لأن العقافات متينة أكثر. كميات الزومبروكات المصنوعة بناء على طلب الزبائن تتراوح بين عدد صغير وعدة آلاف. هذا شكل سلكي من نوع آخر سيستعمل في الأسلحة النارية، يجمعونها باليد لأنها معقدة جداً. بعد ضم جزئي القاعدة، يضعونها في قالب صغير. بواسطة دواسة قدم يضبطون القالب لثني الأجزاء وإتمام تجميعها. لضبط شد الزومبروك المنضغط، يختبرونه بواسطة مقياس وزن. الشد الصحيح يختلف وفقاً لطلب الزبون. زومبروك بطول 3 سنتيمترات مثلاً عليه مقاومة شد من 5 باوندات عندما ينضغط إلى 2.5 سنتيمترات. لاختبار امتداد زومبروك يضيفون عقافات إلى مقياس الوزن. ساعة
سواء أكانت ممددة منضغطة التوائية أم أشكالا سلكية، وسواء أكانت داخل أقلام أم أقمار صناعية، أثبتت الزنبروكات أن بعض الأفكار القديمة لم تزل صالحة بلا شك.